أعزائي متواصلين بفقراتنا بيوم جديد، ويمكن موضوع كتير مهم الإتيكيت. إحنا في مثل ما قلنا في أشياء بنعملها بالسليقة، تعودنا عليها، تربينا عليها، ما تعمل هيك أو سوي هيك، لما بتكون قاعد في مكان عام لازم تتصرف بهاي الطريقة، لكن بنكون بدون ما يمكن أهالينا كانوا فعلا بيمشوا على قواعد، لكن اليوم أصبح في قواعد للإتيكيت وللتعامل بين الناس، كيف نتعامل مع بعض بالأماكن العامة، بعض السلوكيات الخاطئة اللي قد تكون شائعة في الأماكن العامة. الحديث عن هذا الموضوع وتفاصيل أكثر مع ضيفنا خبير الإتيكيت بهالصباح زيد البلبيسي. صباح الخير أستاذ زيد، يعطيك العافية. صباح الخير على جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني لما نقول في سلوكيات عامة، في سلوكيات عامة إطار عام بحدد تعاملنا مع بعض، بحدد أكيد تصرفاتنا مع بعض. إذا بدنا نحكي بشكل عام، إيش أهم السلوكيات العامة؟ بدناش نقول أخطاء شائعة، لكن إيش الإطار اللي بيحددها؟ أكيد جزء من عيد هيك التذكير بس سريعا في مفهوم الإتيكيت بالبداية، إنه خلينا نحكي الإتيكيت هو بنعرف إحنا أسلوب، خلينا نحكي أو طريقة للتعامل الناس مع بعض بطريقة مهذبة وبطريقة راقية وبطريقة إنه إحنا بتسهل علينا خلينا نحكي التعاملات الشخصية وبتزيد العلاقات بشكل أفضل في التواصل الإنساني. إجمالا هلأ إحنا بنحكي في أشياء كثيرة طبعا بنعرف على 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 أسس ممكن نحكيها عامة، يعني ما بنقدر إنه نحكيها إحنا في موضوع واحد. يعني مثلا إحنا ممكن إنه إحنا نستضيف في حوار أو في محادثة تكون عادية أو تكون سريعة مع إنسان معين، فممكن إنه نتطرق لموضوع مثلا في ناس ممكن إنه هو عم بيحكي مثلا يحط إيده على بشرته أو يحك شعره، أو مثلا على سبيل المثال إنه طريقة الجلوس كيف تكون، لازم تكون مع الناس المقابلة، كيف لازم تكون طريقة الابتسامة أو الضحك في حال أنه أنا كنت والله مع أصدقائي، في حال أنه أنا كنت مع شخصيات عامة، في حال أنه أنا كنت في موقع رسمي، في حال أنه أنا كنت في بيتي. يعني برضو هاي لازم نحط لها إحنا أسس معينة حتى أنه نتداركها. فمثلا يعني هلأ إحنا بنبدأ في مجال أنه الحديث أو الحوار، دائما هلا احنا بنعتمد في مجال الحديث والحوار اول شيء فكره الانصات، انه دائما الانسان بيشعر بهدوء اكثر لما هو بيحكي، تمام؟ يعني هو عم بفرغ عن اللي في داخله، فاذا احنا بنعطي فرصه للشخص المقابل دائما بانه يعطي كل ما عنده، تمام؟ بيكون هو عم بزداد في محبه عند هذا الانسان اللي المقابل. برضو كمان شغلة تانية برضو من الأشياء المهمة الابتسامة، يعني دائما إحنا منعيد ونكرر الابتسامة في كل شيء. ممكن إنه الابتسامة هلأ حدا بيحكي لك الكل بيبتسم، بس هي الابتسامة هي السلاح للإنسان في حياته، مدخل أحيانا لأشياء كتير 100%. لأنه إحنا لما إحنا عم نكون عم نبتسم عم ناخذ الابتسامة كمان، زي ما بنحكي الابتسامة دائما معدية بتكون للشخص الآخر. رقم ثلاثة مثلا كمان في عندي طريقة التفكير، تمام؟ طريقة التفكير هلأ في عندي الشخصيات، طبعا احنا عم نتعامل مع شخصيات متعددة ومع أكثر من إنسان. هلأ مثلا أنه أنا طريقة جلوسي لما أنا أكون مع هذا الإنسان، مثلا هلا في ناس بيجي بلجأ انه مثلا بحط اجر على اجر، في ناس عم بحط مثلا اجريه انه والله بعد بكونوا شوي متباعدين عن بعض. طريقه الايدين وين انه احطهم، مثلا ممكن انه انا اجلس بطريقه هاي هيك متكتف، تمام؟ او احط ايدي مثلا برضه مو هيك، او تكونوا متشابكين مع بعض. هلا كله هذا انا عم بلعب دور في اتيكيت وفي جانب نفسي مع الشخص المقابل. انا بعرف هاي كانه حاله دفاع، انت بتبقى تحجز بينك وبين اللي قدامك، بيني وبين الشخص المقابلي، تمام؟ صحيح. وراح يحس هو انه هو يعني مش مفتوح الذراعين. دائما احنا بنركز بيكون باسلوب الحوار او المحادثه مع اي شخص انا كنت معه لازم تكون ايدي مفتوحه، تكون ممكن على دائما على الساق، تمام؟ هذا افضل طريقه. كمان طريقه شيء كثير مهم انه مثلا الاجرين ما يكونوا متباعدين زي ما حكينا، يكونوا متلاصقين. طبعا هلا في للست او بشكل عام لاي بنت او انثى لها طريقه في الجلوس، وللرجل له طريقه في الجلوس. طريقه الجلوس للرجل الصحيحه لازم تكون دائما يكونوا الارجل مستقيمين بحاله مستقيمه، تمام؟ يكون الارجل مش متباعدين عن بعض، يكونوا نوعا ما متقاربين على بعض. هلا هذا الحكي كمان بيعطي طابع التواضع،
يعني من أسس الإتيكيت إحنا عندنا التواضع، لازم يكون الإنسان متواضع شوي حتى برضه يلاقي قبول أكثر عند الشخص المقابل. فإذا عند الست على سبيل المثال لازم تكون دائما الأرجل مصطفة على بعض، تمام، وتكون على جنب، يعني دائما يكون بكسرة شيء، يعني خلينا نحكي ميلان بسيط حتى إنه تكون جلوسها برضه مريح. هلأ بعد الجلوس برضه نظرات العين، يعني أنا لازم يكون البادي لانجويج أو لغة جسدي تمام مع الشخص المقابلي برضه عم تتحدث مع كلامي مع أسلوب كلامي. ليش؟ لأنه يعني هلأ يعني أنا مثلا عم بتحدث أنا وياكي وتخيل وأنت عم تعطيني أي معلومة وأنا عم بطلع مثلا في اتجاه آخر، فأنا راح أشعر بعدم التقدير منك وعدم اهتمام وعدم احترام منك، عرفتي علي؟ صحيح. هلأ بجوز أنت مثلا عن غير مقصد، تمام، انه انت عم تتعاملي بالطريقه هاي وانت مش قصدك انه والله انه انت ما تهتمي فيه او ما تحترميني، فعشان هيك احنا بننبه عليها. يعني مثلا هلا في ناس مثلا ممكن يمسك تليفونه او موبايله وهو عم بيحكي، صح؟ انه تلاقيه ماسك التليفون عم بيقلب والله على هالمسجات او بيقلب مثلا هذا وعم بيحكي عم بيعطيك جزء من اهتمامه. يعني حتى هذا الحكي مع الزوجه في البيت غلط، يعني لازم انه انا اعطي اهتمام للشخص المقابل الي وهو عم بيحكي 100%. وممكن اعتذر، يعني اذا مضطره مثلا لابعت شيء او شيء بتعلق بالهاي ممكن اعتذر من اللي قدامي انه انا مضطر ابعت او اكيد. صحيح. الا انه في جوانب يوميه، يعني احنا هلا بجوز انا شخص زي ما حكينا انه اخ الي او زوجه الي، يعني مثلا انا في فتره طويله انا عم بشوفه والله ساعتين ثلاثه اربعه، او موظف مثلا معي في نفس العمل انه والله بنفس غرفه العمل خلينا نحكي اللي انا بكون فيها، اكيد يعني هلا بيكون في جوانب الا يكون جوانب خاصه احيانا انه واحد بيقدر يستخدم تليفونه او بيقدر يحكي مثلا تليفون هو شخصي او يبعث مسج او مثلا يتصفح السوشيال ميديا او شيء زي هيك. عندي كمان شيء مهم اللي هو نبرة الصوت. هلأ في ناس كثير ما بتنتبه لنبرة صوتها إنه بتكون مثلا أعلى أو أوطى من القدر المطلوب، يعني إذا كانت نبرة الصوت أوطى راح تكون أنا ممكن يأخذ عندي انطباع إنه أنا، خاصة إذا كان أول مرة، إنه أنا خجول أو إنه أنا مش واثق بنفسي، تمام؟ إذا أنا بدي أعطيه كمان نبرة صوت أعلى من نبرة الصوت اللي هي الصحيحة، تمام؟ برضو هاي بتعطيني إنه أنا إنسان متسلط أو إنسان إنه حابب إنه أفرض نفسي على هذا الشخص. برضو هذا جانب مهم. الجانب الثاني كمان النصائح، يعني في كثير هلا من الناس بتلاقي مباشره اول ما تشوفيه بصير بده ينصحك او ماخذ دور خلينا نحكي اللي بنصح الكل واللي بيساعد الكل. هلا حلو هذا الشيء احنا بنأيد عليه، انه كانت النصيحه بجمل لكن لما تكون في مكانها بمكانها. اول شيء هلا عندي النصيحه لازم ما تكون قدام العامه، يعني على سبيل المثال انه انا لما انا بدي انصح انسان لازم اكون الشخص ما يكون في شخص ثالث بيناتنا، تمام؟ في كثير من الناس بيحاول انه يعبر عن نفسه ويرفع تقديره اللي هو نفس الانسان اللي هو الناصح، تمام؟ انه بده ينصحك قدام اكثر من شخص اساس يفرجي حاله انه انا افهم منك او انه انا اعلم منك، تمام؟ هذا شيء مرفوض. رقم اثنين، ما بعطي انا نصيحتي لانسان الا اذا هو طلبها. هون هاي كمان نركز عليها، يعني انا ما بساله في اي شيء. تمام. هلا في عندي كمان جانب ثاني او جانب اخر كمان، موضوع النقاش، تمام، يعني نبتعد عن الجدال قدر الامكان. ويمكن في نقطة بدي أركز عليها وهي مهمة كتير، إنه لما بيكون في ناس كتير يجب أن نتجنب الحديث بالدين أحيانا بالسياسة لأنه اتجاهات الناس مختلفة. رائع. هاي يعني جملة كتير مهمة. ليش؟ لأنه هلأ في ناس كتير لازم إحنا هلأ في قواعد الإتيكيت نتجنب المواضيع السياسية، المواضيع اللي فيها خلافات دينية أو أي خلاف آخر. يعني أنا بحاول أبتعد عن هاي المواضيع قدر الإمكان إذا أنا بدي أكسب ود هاي الأشخاص، لأنه طبعا إذا كان في ناس أغراب وأول مرة بنقعد معهم مش أصدقائنا اللي ممكن نفتح أي موضوع نتحدث فيه. صحيح. لأن هاي مواضيع دائما بسموها مواضيع جدلية، يعني ما إلها نهاية ولا إلها، يعني جدالات دائما بالعادة بتكون سوري بسموها عقيمة بالعادة، فإحنا ضروري هاي نبتعد عنها الأحاديث. وبرضو كمان هلأ في كمان جانب تاني مهم، إنه ما بتحدث عن جانبي الشخصي، تمام؟ يعني أنا ما بصير إنه مثلا أحكي عن وضعي الصحي، عن وضعي أو مآثري، يعني خلينا نحكي الأشياء الكويسة فيه أو الأشياء السيئة فيه، لا خلص إنه أنا بلتزم بنقاشات تكون نوعا ما تكون عامة.
تمام. وبرضه لما بدي أسأل تمام ما بسأل في جانب شخصي، هذا كمان كتير مهم، يعني أخلي المواضيع تكون آراء فكرية عامة ما تكون آراء شخصية، يعني ما بسألك مثلا عن صحتك سؤال. هلا التوجيه ونروح ونقعد نسأل على العلامات والمعدل. أيوة بالضبط، يعني هلا احنا فكرة التوجيه كتير هذا الموضوع ضروري يعني يمكن لأنه الناس أحيانا بتحس إنه ما فيش مش مقربين لدرجة إنه يسألوا. صحيح. بيحرجوا اللي قدامهم. صحيح. يعني احنا هلا يعني كدائما كضيف او احنا رايحين نهني مثلا الناس والله بالنجاح او نواسيهم، خلينا نحكي انه اذا كان في عندهم حدا راسب مثلا بالتوجيهي او باي ماده او في الجامعه او في شيء ثاني، ما بصير انه انا اسال على علاماته، ليش؟ لانه يعني انا هاي تعد خصوصيه فيهم، تمام؟ ما بصير انه انا اساله والله انت مثلا شو حابين تصيروا او شو حاب انه انت تقدم. إلا إذا هو فتح الموضوع معي وطلب مني النصيحة الطالب. نعم. أو الكذا ممكن أنه أنا أساعده والله بنصيحتي أو حسب أنا أرائي أو فكري اللي أنا الشخصي. يعني في مواضيع كتير المفروض الواحد يكون حذر فيها مع الناس حتى يتجنب أنه يكون في خلافات، لأنه يمكن بعرف شديد بتشاركني الرأي بتنا بحالة من يمكن أحيانا بالسترس، فممكن الواحد ما يكونش متحمل في هاي اللحظة أي تدخل أو أي كلمة أو تبقى تقيلة على الشخص المقابل فبتعمل خلاف. صحيح. صحيح. يعني هلأ إحنا دائما بنتجه للكلام الودود، للكلام البسيط، للكلام برضو ما يكون في تصنع بالكلام، يعني ما أكون أنه أنا حتى أنه يعني أعطي راحة للشخص اللي قبالي، ما بصير أنه أتصنع في المدح. يعني على سبيل المثال أنا أشوفك أشوف شخص على سبيل المثال أنه هو كثير ناصح مثلا، تمام، انه مثلا صحته مليانه شوي، اجي اقول له انت والله ما شاء الله عليك ضعفان، تمام. هلا هاي النقطه هون غلط، يعني انا ما بمدح شيء تمام في مكان غلط. ليش؟ لانه هو اصلا زي ما تفضلتي هو في ستريس او هو مثلا متضايق من حاله او من طبيعه جسده او من اي شيء ثاني ممكن انه هو يمر فيه، فانا لازم اعطيه المدح في المكان الصحيح، تمام. لو بدي انتقد كمان إذا كان انتقادي لازم يكون انتقادي ذو طابع لطيف، يعني ما أنا والله يكون في تجريح أو يكون في صوت عالي مع الشخص أنا اللي قبالي في الانتقاد، لازم يكون الانتقاد برضه بطريقة يعني جدا راقية، تعتمد برضه أنه الإنسان دائما لازم يوعي نفسه، لازم يزيد الإدراك عنده، لازم يزيد ثقافته باستمرار حتى أنه يعرف يتحاور ويناقش في هيك مواضيع. نعم. اللي هي مواضيع الحساسة هاي. نعم. يعني مواضيع كتير مهمة، وموضوع الإتيكيت جزء صار من حياتنا وصار مهم كتير ومنحب نركز عليه خصوصا في يوم جديد. يعني أنا بدي أشكرك لحضورك معنا بهالصباح على هاي المعلومات القيمة، خبير الإتيكيت الأستاذ زيد البيبيتي. شكرا شكرا لكم.